بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذه الآية أيها الإخوة الكرام في سورة فصلت، تتكلم عن الاستقامة، ولكن هذه الاستقامة أيها الإخوة الكرام جاءت بعد قول المسلمين: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله يعني الذي أربانا بجميع النعم الموجودة، وربانا في بطون أمهاتنا، وخلق لنا كل شيء في هذا الوجود، وأعطانا هذه القوى العقلية وغيرها، هو الله. الله يعني هو المعبود. إذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على ماذا؟ استقاموا على أمره ونهيه، بحيث امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. السلام عليكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أيها الإخوة الكرام، الاستقامة أولا في العقيدة أن يكون لك منهج صحيح في الاعتقاد، الاعتقاد في الله، الاعتقاد في رسوله، الاعتقاد في دينه، الاعتقاد في صحابته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، الاعتقاد في هذا المنهج ككل، اعتقاد مستقيم. ثم قال: هذه الاستقامة أيضا استقامة في التصور والفكر. ينبغي أن يكون تصورك وفكرك مستقيم مع عقيدتك، لا ينبغي أن يكون فكرك وتصورك للأشياء من حولك خارج العقيدة. إذن ينبغي أن يستقيم تصورك وفكرك أيضا، وهذا شيء مهم. وينبغي أن تكون الاستقامة عامة، لا تقتصر على شيء دون شيء من الدين.
الاستقامة ينبغي أن تكون عامة أيها الإخوة الكرام. لا ينبغي أن تكون الاستقامة في أشياء في الدين دون أشياء أخرى، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. إذن استقامة في العقيدة، استقامة في التصور والفكر، استقامة في السلوك والأخلاق. استقامة في السلوك والأخلاق. قد لا ينتبه المرء إلى هذه الأشياء، وهي من الأمور المهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له عند قريش مكانة قبل نزول الوحي عليه، وقبل أن يكون نبيا كان يدعى بالأمين. الأمين الصادق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي شيء أدرك ذلك ولم يكن هناك إسلام؟ أدركه بحسن خلقه وبسلوكه الطيب. ولذلك لما تشاجر في وضع الحجر عند بناء الكعبة قالوا لا يحوز هذا الشرف إلا واحد منا، والقبائل بدأت تتخاصم فيما بينها، هؤلاء يقولون الشرف يكون لنا والآخرون والآخرون وهكذا، فكاد القوم أن يقتتلوا. فنبههم شيخ كبير وقال لهم لابد أن تحكموا شخصا فيكم. قالوا كيف نفعل؟ قالوا فلنتحاكم إلى أول شخص يدخل من هذا الباب، يعني البيت الحرام. فكان الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتنازع على تحكيمه أحد منهم أبدا، بل قالوا جميعا هذا الأمين رضيناه، هذا الأمين رضيناه، رضيناه لأي شيء؟ لهذا الحكم. فحكم رسول الله بينهم، فقال لهم كل قبيلة وضع رداء، وكل قبيلة تأخذ من مكان في هذا الرداء. فرفعوا الحجر الأسود إلى مكانه، فأخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضعه في مكانه، فانفض النزاع. إذن الشاهد عندنا مكانته صلى الله عليه وسلم الأخلاقية والسلوكية كانت قبل نزول الوحي عليه، وهو في فترة الإعداد كان يعده سبحانه وتعالى لأمر جلل وهو النبوة. وهكذا قال الله لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فهو القدوة الحسنة في عقيدته، في تصوره وفكره، في سلوكه، ثم في عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إخوتي الكرام، هذا الأمر لا ينبغي أن يأخذه المسلم بوهن وبضعف، ينبغي أن يأخذ هذا الأمر أخذا جديا. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. طبعا قضية الأخلاق مؤثرة في الناس وتؤثر فيهم. إذن هذه الآية جاءت بعدها فوائد، نحن نختصر لأن هذه مقدمة للدخول في الدرس. هناك فوائد لهذه الاستقامة، الاستقامة في العقيدة، الاستقامة في الفكر، الاستقامة في العبادة، الاستقامة في السلوك. ما هي فوائدها؟
قال الله عز وجل: تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ عند الاحتضار، عندما يكون المسلم في سياق الموت، هنا تنزل الملائكة. ماذا تقول؟ ماذا تقول لهم؟ تقول لهم: ألا تخاف ولا تحزن. الخوف من ماذا؟ الخوف من المستقبل. ما هو المستقبل؟ الإقبال على الموت أولا. لا تخاف من الموت، لا تخاف من القبر، لا تخاف من البعث والنشور ولا الصراط، نحن معك حتى تتجاوز ذلك كله وتدخل إلى الجنة. ألا تخاف. جيد، الإنسان عند موته يفكر في أولاده، ما شاء الله، وفي زوجه وفي ماله وفي دينه، يفكر. وهذا الموت، ويعرف أن أجله قد حان. فتقول له الملائكة: ولا تحزنوا. على أي شيء؟ على ما خلفتم وراءكم من أهل وولد ومال وزوج، فنحن نخلفكم في ذلك، كما كنا نحن أولياؤكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة، فنحن أولياؤكم في الآخرة وأولياؤكم قبل في الدنيا، فنحن نخلفكم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فالملائكة كانت تتولى أمر المؤمنين بأمر الله، تتولى أمر المؤمنين بماذا؟ بالتوفيق، بالتسديد، بالتوفيق والتسديد، بالنصرة، كل ذلك بأمر من الله. إذن فستخلفون أيضا في ماذا؟ في الأولاد والأهل، يعني أمنوه على المستقبل وأمنوه على الماضي، على ما سيخلف. فهذه رحمة من الله لهؤلاء المستقيمين. هذه أثر الاستقامة أيها الإخوة الكرام، أثر الاستقامة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي الجنة، ما تشتهي أنفسكم. ولكم ما تشتهي، كل ما تشتهي الأنفس تجده هناك. يعني الدنيا كم من أشياء تشتهيها ولا تصل إليها ولا تدركها، ولكن في الجنة كل ما تشتهيه يأتيك، كل ما تشتهيه موجود، ولكن يحتاج إلى الطلب، اطلبه تجده. ولذلك قال: ولكم فيها ما تدعون. ما تدعون أي ما تطلبون وتسألون. ولهذا يقول العلماء: ما في الأول وفي الثاني من صيغ العموم. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني كل ما تشتهي الأنفس، كل ما تشتهي الأنفس. شوف حنا غير الدنيا شحال فيها، والو ما فيها، هادشي والو بالمقارنة مع الآخرة، ما كاين والو. والناس تتهفت وتضرب وتتخاصم وتجري بالليل وبالنهار، وشي ناس وشي ما ناس، ها؟ ألا والو. لو قرأت وسمعت ما في الجنة، ما شاء الله. إذن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، الجنة. ولكم فيها ما تدعون.
كل ما تطلب اطلب. هذه من فوائد الاستقامة. ثم قال نزلا من غفور رحيم، ضيافة عند الكريم، اقرأ وربك الأكرم. ضيافة نزلا يعني ضيافة عند من؟ عند الغفور الذي غفر ذنبك. يعني المؤمن لابد أن تكون له ذنوب، ها؟ يغفرها الله له ويرحمه بدخول الجنة نزلا من غفور الرحيم. إن الآية أيها الإخوة الكرام تحتاج إلى توسع وإلى كلام طويل وإلى أحاديث فيها، ولكن تكفي هذه الإشارة وهي إشارة مهمة. إذ الاستقامة لها فوائد أيها الإخوة الكرام، من فوائدها ها أش قال الله عز وجل، ها؟ تتنزل عليهم الملائكة فتبشرهم. ولذلك هناك من يموت ويموت مبتسما، ها؟ سبب ابتسامته كونه بشر بمقامه وأمن آمن على الموت، آمن في على القبر، آمن في يوم البعث، آمن على الصراط حتى دخل الجنة. كل هذا الشيء تبشر به الملائكة. هذه فوائد. تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.